يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، يا ليلة العيد هلالك هلل عنينا، فرحنا بليلة العيد. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوما، والنهارده معانا فيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الجمال على عيونكم. طبعا زي ما انتم شايفين الكوارث اللي عندي، طبعا لسه ما خلصناش فرش الشقه، بس النهارده الحمد لله هنقفلها كده ونخلص اخر حاجات فيها. طبعا زي ما انتم شايفين الركنه ملحوسه خالص، فقلنا نعملها النهارده مع بعض، وقلت بقى اوريكم الفطار بتاعنا النهارده ونحضره مع بعض. هو بسيط جدا، مش هياخد دقايق. يعني زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه عملت عصير برتقال. العصير ده مش عصير فريش، ده عصير اللي هو تانج ده. دوبته كده في ميه وسكر ومعاهم تلج، وخلاص بقى جاهز كده على طول، لان اليوم عندي النهارده مضغوط. كان بالنهار كنت في السوق بقى وحاجات كده، وطبعا اخر النهار زي ما انتم شايفين حضرت كده فطار سريع، وجبت كده ايه بطيخ من السوق زي ما اتفقت معاكو، قطعته وحطيته في التلاجة علشان يسقع، وعليت بقى التلاجة بقى، يعني خليتها على يعني ماينس وان، يعني ناقص واحد، فاهميني؟ سقعت البطيخ جدا لان كان جاي من السوق سخن خالص خالص خالص. وزي ما انتم شايفين بقى بدات ان انا احط كده ايه في الاطباق من البطيخ اللي انا كنت مقطعاه. انا مقطعاه وحطاه كده، مش حطاه زي ما هو في البطيخه بتاعته. يعني بصوا بقى شكله حلو ازاي، والبطيخة حمرة كده ومسكرة كده وجميلة. وجبت كده جبنة اسطنبولي، طبعا بيبقى جميل جنبه الجبنة المش، جبنة اسطنبولي، اي حاجة حادقة بتبقى تحفة جنبه. ده هو ده الفطار بتاعنا، وجنبه طبعا العيش البلدي العادي. بعد بقى ما فطرنا الحمد لله، زي ما اتفقنا ان انا ما بعملش حاجة غير بعد الفطار بسبب الحر. فبصوا بقى قلت بقى اعمل ايه. اول حاجه رحت كده على الدفايه، طبعا الدفايه كان عليها حاجات كتيره قوي، مسامير بقى ولند وحاجات كده. اللند دي كانت متغيره لانها كانت بايظه، فانا نزلت الاباليج بتاعه النجف اللي في الصاله غسلتها، وطبعا غيرنا بقى على طول اللند. بصوا الكتب دي جميله جدا جدا، دي عمي جايبها لي، عمو علي طبعا جايب لي انا واخواتي يعني مجموعه كده كتب حلوه قوي، بنبدل فيهم مع بعض، اللي بيخلص كتاب بيديه للتاني. وريتكم كده العناوين بتاعتهم حلوه خالص. وزي ما انتم شايفين بقى فضيت خالص كده الدفايه من كل الحاجات اللي عليها، وهبتدي ان انا انفضها تنفيض عاديه، وبعد كده همسح كده بقماشة عادية خالص مش مبلولة برضو الدفاية. بصوا هنا كده الطلقتين اللي في قلب الحيطة دول دولك كده هنداريهم دلوقتي بالاكسسوارات والحاجات اللي احنا كنا جايبينها من درب البرابرة. بصوا البتاع البلاستيك دي تقريبا ب10 جنيه، كانت من محل صابر السني، وطبعا دبل فيس، بس الدبل فيس ما نفعش معاها لان هي مفرغه من ورا، فعلقناها بمسامير بقى، يعني جوزي دق في الحيطه مسامير وعلقناها. بس التابلو اللي هيبقى في النص هو ده اللي هنعلقه بالدبل فيس، لانه طبعا مش مفرغ من ورا ولا حاجه. بصوا التابلو اللي كان مش عاجبكم، كنتوا عمالين تقولي بتخوفي بيه ولادك ومش عارف ايه، بصوا شكله لما اتعلق بقى حلو ازاي، والله جميل، مش عارفه انتوا ليه يعني مش حابينه. المهم بعد ما مسحته كده علشان كانت لحوس طبعا مطرح ايدينا، قمت جايه معلقاه. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين بقى الركنه دي شكلها يختلف تماما دلوقتي. طبعا الكسوه اللي انا كنت بعملها الفتره اللي فاتت اللي هي الشهر اللي قبل رمضان، كنت قلت لكم ان انا جبت قماش ووريتكم القماش، عايزه اقول لكم في غراب رزل واقف لي على الشجره بره اللي قدام البلكونه، مش راضي يمشي، رخم جدا، وصوته حتى تلاقوه ظاهر في الفيديو. المهم ما علينا. ده القماش اللي انا كنت فصلته زي ما اتفقنا مع بعض، يعني
بصوا بقى هيغير شكل الصالة تماما. طبعا كانت ناس كتير الفترة اللي فاتت قعدت تقول لي يا سوما انت ما بتنقليش ليه في الصالة التانية، طبعا الالوانات كانت مختلفة، وانا لما نقلت لكم الصالة قبل ما اوريكم بقى الكسوة اللي انا كنت عاملاها، طبعا كلكم قعدتوا تقولوا لي يا لهوي ده الصالة شكلها مختلف، الركنة لونها مش لايق مع لون الحيطان. فانا كنت مستنية كده ان انا اخلص اللي هي الكسوة واظبطها، وانا طبعا كنت حاطة في مخططاتي ان انا اخلصها في العيد، يعني هعملها ايه تتلبس في العيد، بس يعني انتوا كنتوا مستعجلين وكنتوا عمالين تقولوا لي انقليها انقليها. فانا لما نقلتها لكم استغربتوا بقى المنظر، لان فعلا الالوان مختلفه. الصاله ديت لونها احمر بتاع دوت تركواز في رمادي، والركنه لونها بتاع دوت انا قلت تركواز، الحيطه دي لونها رمادي في مبيتي، والركنه لونها تركواز. فلما جت هنا ما كانتش لايقه خالص، لان الحيطه التانية هي اللي فيها التركواز والرمادي والاسود وكده. المهم لما ظبطت بقى ايه الكسوه وعملتها زي ما انتم شايفين، بصوا بصوا ولا اجدعها بقى منجد، يعني بصوا عملتها كده بطريقه يعني والله العظيم ما عارفه لغايه دلوقتي جت معايا ازاي، هي كده كرم من ربنا، لاني اول مره اعمل حاجه زي دي، واول مره اول مره اخيط حاجه في البيت، يعني ان انا اعمل كسوه في البيت وكده. هنا جوزي بيساعدني عشان نركب الساعه، فبنحاول نشوف المكان هيكون مظبوط، فحد بقى بيقف وحد بيرجع ورا، ولا كده مظبوطه، لا نزل شويه، لا طلع شويه، لغايه الحمد لله رسينا على مكان ليها. وجوزي دق لها مسمار في الحيطة التانية برضو، وهنعلقها هنا ما بين الابليجين دول. طبعا احنا لسه جايبين برضو اللوند للاباليج دي، جبنا لها اللوند اللي هي الصفرة دي علشان تبقى ماشية مع الحيطة. علقنا كده الساعة، اصلا ما كناش لاقيينها، كانت غايصة كده في الدولاب، وقلبنا عليها الأوضة. بص أوضة الأطفال بعد ما روقتها كلها اتقلبت تاني علشان كنا بندور على الساعة، وتخيلوا بقى في الآخر لقيناها محشورة فين؟ لقيناها محشورة في الشماعة بتاعة الدولاب فوق كده مستخبية، وطبعا نازل عليها المفرش اللي احنا فارشينه مش باينة خالص. بعد ما خلتنا قلبنا الدنيا أقسم بالله، وشلنا شلنا الملل بتاعت السرير، وشلنا البتاع ديت اسمها ايه اللي بننام عليها دي، المراتب، وشلنا وزقنا السراير علشان ندور على الساعة، الساعة فين؟ مش لاقيينها، اختفت فجأة. بصوا وحياة ربنا طلعت عينينا. وبعد بقى ما هدينا خالص، وجوزي داخل ايه سمى الله كده، ودخل كده بيبص لقاها، يعني ايه هو اصلا بالصدفة يعني بيرفع ايده كده في الشماعة بتاعت الولاد، راحت ايده خبطت فيها، واحنا ما كنا قلبنا الأوضة بقى، يعني الأوضة كانت اتقلبت عليها وطيها، وقلنا خلاص هي اكيد بقى ايه، واحنا بنرمي الزبالة او حاجة الكرتونة بتاعتها خرجت في الزبالة من ضمن الزبالة، يعني هو ده الحل الوحيد اللي احنا وصلنا له. بس فجأة لقيناها الحمد لله وتركبت، عشان كده كنت ركبت الكسوة الاول قبل ما اركبها، لان كنا خلاص فقدنا الامل ان هي موجودة. بس الحمد لله لقيناها بقى ورحنا مركبينها. وهنا بقى كنت خلصت فرش الركنة نفسها، وبدأت بقى ان انا اعمل الاكياس، يعني عملت الركنة والشلت بتاعتها وبدأت ان انا اعمل الاكياس. بص والله العظيم انا عن نفسي يعني مبهورة جدا باللي انا وصلت له المرحلة دي، ان انا اعمل الكسوة بتاعت الركنة كاملة، واعمل لها كمان الكسوة بتاعت الخداديات والشلت والحاجات بتاعتها من فوق. انا ما كنتش متخيلة ان انا ممكن اوصل للمرحلة دي في يوم من الايام. اي نعم كنت بحب الخياطة، بس كنت بقول ايه بقى اصلح حاجة، اتني حاجة، اضيق حاجة، مش عارف ايه بس كده. لكن بصراحة اللي انا وصلت له ده كان كرم من عند ربنا، يعني ان انا اعمل يعني ركنة كاملة، يعني مش مصدقة، وكمان شكلها طلع تحفة. كنت بقى ايه حاطة المنظر ده في دماغي، وعمالة اقول هعمل كذا وهعمل كذا، وهحط هنا دي، وهحط دي بيتي زي كده، واعمل مش عارف ايه فرو ايه ومش عارف ايه. بصوا دوت كده الخداديات الفرو. بس بصراحة طلع الشكل زي ما انا كنت متوقعة، لا مش زي ما انا متوقعة، ده احلى كمان ما كنت متوقعة بكتير قوي. هنا بقى هبتدي ان انا اكنس من ورا الركنة، علشان طبعا ولادي العفاريت مبهدلين الدنيا، بصوا مش عارفة اصلا اصور منهم الفيديو قاعدين تحت رجلي وهنا كده رحت جايبه الشرشوبه، طبعا غسلتها وحطيت فيها منظف يعني، ورحت جايه ماسحه ورا الركنه عشان ارجعها بقى، وما احتاجش ان انا انقلها، يعني انقلها تاني. رجعتها كده خلاص في مكانها، هبتدي اكمل كنس الصاله عادي خالص بقى، انا كنت بمسح بس ورا الركنه.
هلم بقى الحاجات اللي على الترابيزه دي علشان خاطر ازق الترابيزه، وهمسح الدفايه، وهجيب كده في شفته الخداديات اللي هي فيها زجزاج المزجزجه دي، هحط من نفس القماشه مفرش كده هحطه على الدفايه عشان هنحط الشاشه عليه، يعني على المفرش ده. وهكنس بقى باقي الصاله، واحاول انقل ولادي او اتحايل عليهم يعني ان انا انقلهم الناحيه التانيه اي حاجه يعني. وهنا كده هنزل المواسير بتاعت الستاير، وهقوم مركبه الستاير بقى على طول، برضو الستاير اللي انا عاملاها على ايدي. بص انا عملت هنا الستاير في الصاله رمادي، عملتها علشان خاطر تبقى لايقه كده مع اي لون انا هحطه. بص ولادي حطيت لهم الكراسي وقعدوا هناك، يعني فتحت لهم الباب السلك بقى، وايه قعدوا على فكره التكييف اتركب يعني الحمد لله، بس انا فاتحه لهم باب السلك لان الجو النهارده بالليل الطف من الايام اللي فاتت كتير. بعد ما خلصت كنس كده قمت مركبه الستاير زي ما انتم شايفين كده، وجوزي هيطلع الناحيه التانيه بقى يركب لي الستاير الكبيره دي لان بتبقى تقيله طبعا، هينزلها لي الاول. وبعد كده ركبتها، وهيحط لي بقى الستاير في مكانها تاني، وهيقفل لي عليهم كده، بيبقى ليهم صواميل كده هوت من بره، هيقفل لي عليهم يعني اهو. بعد ما ركبهم خلاص هبتدي بقى اظبط الستاير، هلمها كده من تحت. بصوا بقى تحسوا ان فعلا فعلا انتوا كان عندكم حق، السلطين فعلا وسعوا خالص خالص، يعني مش عارفه الاول ما كنتش مستفاده خالص من الصاله اللي جوه دي، حتى الولاد ما كانوش بيقعدوا فيها لان هي كانت دايما لجوه ودايما ضلمه، لكن الصاله اللي بره هي اللي منوره. لا دلوقتي الوضع اختلف تماما، يعني بقت القعده في السلطين، وبقى ولادي بيلعبوا الناحيه التانيه، وبقت القعده مريحه اكتر. هنا كده جبت جنرال في الميه بتاعت المسح، وهبتدي بقى امسح الارضيه بالشكل العادي خالص بالشرشوبه العاديه. والناس اللي بتسالني على الشرشوبه دي برضو لغايه دلوقتي ناس بتسالني على الشرشوبه، الشرشوبه دي شرشوبه دفايه يا جماعه، بس مش الدفايات العاديه بتاعت الولاد اللي بيلبسوها، لا نوع دفايه كده تقيل وليه وبره تقيله كده. بصوا سريعة الامتصاص جدا جدا، وبتنضف حلو قوي وبتلمع. انا لما جبت الشرشوبة العادية وبرت لي الارض وخلت لي الجو يعني مش لطيف خالص، بس غيرتها تاني يوم ما صبرتش لان الارض اتوبرت خالص، وجبت دي كنت بجربها لقيتها قمر يعني وحياة ربنا تحفة. هنا جبت السجادة لان طبعا لونها ماشي مع الوان الصالة خالص، فما غيرتهاش خالص. عايزه اقول لكم بقى الناس اللي كانت بتعلق لي على الفيديو اللي فات وبيقولوا لي انت جسمك نزل وانت عامله رجيم ايه، وكانوا منبهرين قوي الفيديو اللي فات، مش عارفه ايه السبب الصراحه، بس والله مش ماشيه على اي نظام، هو بس عشان رمضان مش اكتر، يعني انا مش ماشيه على اي نظام خالص يعني. يعني والله لو كنت ماشيه على نظام فعلا او ان انا كنت خسيت كنت هقول لكم، يعني مش هكذب عليكم، بس انا مش عارفه ممكن يكون يعني نزلت شويه بس عشان رمضان مش اكتر، صيام بقى وحر وفرهضه وكده. جبت المفرش اللي هو الفرو ده وحطيته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، معوج كده شويه. وهنا كده رفعت، كنت رافعه الستاير طبعا عشان كنت بمسح، فهنزل بقى الستاير تاني وهفرش بقى الصاله التانيه، هجيب المفرش الجديد طبعا. بصوا بقى ليه كان اختياري للون دوت في المفرش ساعه لما وريتهولكوا في المشتريات، علشان يمشي مع الستاير في الصاله، يعني انا عامله الستاير باللون الرمادي وده كده لون رمادي في اسود بتاع اللي هو الدفايه، حافظه السجاد، فاهمني حافظه السجاد اللي هي الشاج دي، حسيت شكلها كده لايق اكتر يعني. بصوا بقى البتاع من بعيد كده جميله. واخر حاجه هنرش بقى ايه المعطر اللي انت تحبيه على الستاير على المفرش بتاع الركنه، وحطيت هنا كده الليد بتاع اللي احنا برضو وريته لكم في المشتريات، فرشته كده على الركنه، وهبتدي اعطر بقى الركنه واعطر الارض واعطر الورود، برضو الورود دي برضو كنا اشتريناها مع بعض، كل حاجه انا موريها لكم قبل كده. خلاص يا جماعه انا كده خلاص خلصت الفرش بتاع السلطين، وعايزه اوريها لكم بقى كده في الاخر شكلهم بقى عامل ازاي. بصوا دي الحافظه اللي احنا وريتها لكم في فيديو المشتريات، بصوا بقى الستاير عمايل ايدي، كل ده عمايل ايدي يعني قمر، يعني بصوا زي ما انتم شايفين جميله جدا.
تكييف الحمد لله الحمد لله اتصلح. مندوب الشركة جه النهاردة الصبح والحمد لله صلحه اهو. يعني كل حاجة بقت تمام الحمد لله في يوم واحد، والنيشة هو اللي رصيناه مع بعض. حطيت فوق كده شنطة المعالق والسكاكين. وعايزة اوريكم المفاجأة الكبيرة الحلوة قوي. بصوا دي بقى عمايل ايديا، عمايل ايديا وحياة عينيا، كل حاجة في الصالة هنا صنع ايدي. البتاع دي الكسوة انا اللي عاملاها، انا اللي عاملاها على المكنة بتاعت البيت هنا. الاكياس انا وريتها لكم في فيديو قبل كده. عملت برضو الفرو انا وريته لكم برضو في فيديو مشتريات القماش لو فاكرين. كمان القماشة دي انا كنت شارياها في فيديو مشتريات القماش، بس نسيت اقول لكم عليها، نسيت اطلعها خالص. القماشه دي كانت المتر منها تقريبا ب 70 جنيه تقريبا. عارفين انتوا شبه حاجات ايكيا شويه، اللي هي زجزاج، الحاجات اللي هي المخططه، الحاجات دي. هنا كده الشريط الليد برضو اللي انا وريته لكم في مش الليد، اللي هي الفروع اللي هي اللمبات الليد الصغيره دي اللي وريتها لكم برضو في المشتريات. الفرو عملت منه هنا مفرش، وديت كمان الزهرية اللي انا برضو وريتها لكم في فيديو المشتريات قبل كده اللي كنا شارينها من درب البرابرة، والحاجات دي برضو من العتبة من درب البرابرة. بصوا اللي هي الورد ده اهو، حطيته هنا كده علشان يداري السلوك من ولادي. بصوا السلوك اللي ورا، وهنا كده برضو الشموع. بصوا المنظر، المنظر بتاع الركنه بقى قمر بقى بجد، يعني اختلفت تماما. حاسه ان انا اشتريت ركنه جديده. وهنا كده حطيت الشمعتين اللي اشتريتهم برضو من محل اللي هو في درب البرابره بتاع صابر السني، وادي الدفايه. عايزه اوري لكم بقى الجو والنور مطفي. تعالوا نطفي كده النور مع بعض اهو، نطفي دي ونطفي كمان دي. وعايزه اوريكم بقى الاضاءه الورم بقى اللي هي ايه الجامده جدا اللي انا بعشقها. يعني بصوا بقى جو رومانتيكي فظيع. بصوا طبعا التابلوهات انا نسيت اوريها لكم هي والساعات، بس هقعد لكم النور دلوقتي واوريها لكم. ده كده شكل الركنه بالاضاءه الورم دي. انا حاطه كده الفرع الليد كده فرشاه على الركنه من ورا، وكمان على الدفايه اهو، مع بقى الدفاية مع إضاءة الأبليجين دول. الجو بقى رهيب رهيب مع التكييف، ما أقولكوش والله العظيم حاسة ببهجة وسعادة العيد كده من قبل ما يجي. كل سنة وانتم طيبين. وبكده استنوا بقى قبل ما نقفل الفيديو نقفل كده النور. بصوا ادي الساعة اللي احنا كنا شارينها، وادي الشكل اللي انتوا كنتوا عمالين تقولوا لي مرعب وبيخوف وبتاع. بصوا بقى شكله لايق جدا مع الصلاة ازاي. هو في اسود وفي نبيتي، الشفايف نبيتي ماشيه مع الحيطه، وفي الاسود ماشي مع الدفايه والارض. على فكره ما جبتش للارض سجاد جديد، ده السجاده اللي كانت عندي اصلا لقيتها فيها النبيتي وفيها الرمادي وفيها الاسود، وهي كل الالوان دي اللي متجمعه كده فوق، فما غيرتهاش خالص. المهم كنتوا خايفين من ديت، وقلت لكم كمان فيها الرمادي اللي هو في الحاجه تحت. هنا كده حطيت الاثنين دول ليه؟ علشان خاطر كان فيه هنا مكان سلوك، مكان قبلجين زي دول، المفروض قبلجين زي دول كانوا هنا المفروض، فاحنا مش وصلناهم، كنا حاطين النيش هنا، فطبعا مكانهم كان ظاهر، فجبنا البتوعتين دول من برضو محل صابر السني اللي في درب البرابره. بصوا داروا المنظر خالص، يعني داروا منظر السلوك خالص اهو. دي كده مرايه اهو، بقى الشكل حلو قوي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتعليقاتكم الحلوة، وعايزة لايكات كتير جدا جدا على الحاجات الحلوة بتاعة النهاردة والمجهود الفظيع بقى اللي انا بعمله بقالي شهور ده. لايكات كتير بقى علشان خاطري. يلا واخر حاجة اقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.